السلام عليكم جميعا طلاب الأعزاء، بداية بتمنى أنكم تكونوا بتمام الصحة والعافية، وإن شاء الله قريبا بتعدي هاي الأزمة وبنرجع بنلتقي بالجامعة. اليوم راح نحكي عن واحد من أهم تطبيقات الـ Conditional Probability، وهو الـ Predictive Value of a Screening Test. فزي ما بنعرف في عنا العديد من الأمراض اللي ممكن يشتكوا منها الناس، هاي الأمراض بحاجة إلى فحوصات من خلالها بيقدر الطبيب يتأكد أنه هذول الأشخاص عندهم هاي الأمراض. فكل واحد من الأمراض اللي بنعرفها وأمثل عليها اللي هي الأمراض الموجودة بالعمود الأول في إلها جولد تيست. جولد تيست هو الفحص المعروف طبيا لهذا المرض، لكن غالبا هاي الفحوصات اللي هو بيسموها الجولد تيست بتكون فحوصات مكلفة، تأخذ فترة طويلة، ممكن تكون مؤلمة جدا. فلذلك الفرق البحثية بتحاول تقترح فحوصات جديدة سريعة بسموها سكرينينج تيست، فحوصات مبدئية، وأمثلة عليها اللي هي الموجودة بالعمود الثاني. هاي الفحوصات السريعة والفحوصات المبدئية بيعملوها للناس، في حال كانت إيجابية بيخضعوهم للجولد تيست، وفي حال كانت سلبية على الأغلب ما بيخضعوهم للجولد تيست، أو كل الحالة حسب تفاصيل السكرينينج تيست تبعها. فموضوعنا اليوم هو عن تقييم السكرينينج تيست، كيف نقيم سكرينينج تيست. يعني لو أجا فريق بحثي جديد واقترح سكرينينج تيست لمرض معين، كيف نقيم أنه هل هذا السكرينينج تيست يعتمد عليه ولا لا؟ لتقييم السكرينينج تيست في عنا عدة مفاهيم جديدة اللي هي sensitivity, specificity, predictive value positive و predictive value negative. الأربع مفاهيم هذولا من خلالهم رح نقدر نقيم الفحوصات الجديدة، لكن هذول المفاهيم بيعتمدوا على الـ conditional probability، والـ probability بتعتمد على الـ events، فلازم نعرف بعض الـ events. بدنا نسمي D plus كل الأشخاص اللي عندهم المرض، دي ماينس كل الأشخاص اللي ما عندهم المرض اللي هي عبارة عن متممة الدي بلس، وتي بلس هم كل الأشخاص اللي طلع فحصهم موجب تي بلس، وكل الأشخاص اللي طلع فحصهم سالب هم تي ماينس، حيث تي ماينس هي الكومبليمنت للتي بلس. طبعا بنقصد بالتست هنا اللي هم السكرينينج تيست. طيب هسه احنا لما واحد بيقترح فحص جديد، منطقيا كيف بدي أقيم هذا الفحص الجديد؟ فلازم أروح أجيب ناس متأكد أنا أنه عندهم المرض وأجرب عليهم الفحص الجديد، ويفترض إذا كان الفحص كويس، فحص المقترح الجديد إذا كان كويس لازم يطلع أغلبهم النتيجة إيجابية. بينما إذا بروح بجيب ناس ما عندهم المرض وبفحصهم بالفحص المقترح الجديد، يفترض أن أغلبيتهم تطلع عن الفحوصات تبعتهم سلبي. فمن هون أجا تعريف السنسيتيفيتي والسبيسيفيسي. السنسيتيفيتي هي نسبة اللي فحصهم موجب من الناس اللي عندهم المرض. يعني رحت جبت ناس عندهم المرض، أنا متأكد إنه عندهم المرض، وجربت عليهم الفحص الجديد وطلع فحص، وبشوف كم نسبة الناس اللي فحصهم موجب. إذا كان الفحص كويس هاي القيمة بتكون قريبة للواحد، هو قريب إلى 100%. إذا كان الفحص سيء بتصير تقل عن الواحد. بسموها حساسية الفحص لأنه يكشف عن الحالة. السبيسيفيسيتي هي عكسها نوعا ما، أنه بتروح بتشوف من الناس اللي ما عندهم المرض كداش نسبة الأشخاص اللي طلع فحصهم سالب، اللي هي دقة الفحص بأنه يكشف عدم وجود المرض. فالسنسيتيفيتي هون is the probability that the test result is positive, the screening test result is positive given that the person has the disease, while the specificity is the probability that the screening test is negative given the person does not have the disease. طبعا عكس السنسيتيفيتي اللي هي الكومبليمنت للسنسيتيفيتي، متممة السنسيتيفيتي، هو انه يخطئ الفحص، بسموه type 1 error. تايبان ايرور الفحص بعطي نتيجة سلبية رغم انه الشخص
عند المرض، وعكس السبيسيفيسيتي اللي هو بسموها التايب 2 ايرور اللي اسمها الفولس بوزيتيف، هو انه يعطي نتيجه ايجابيه رغم انه الشخص ما عند المرض. عشان نفهم التايب 1 ايرور والتايب 2 ايرور، هاي الصوره نوعا ما بتوضح انه هذا الشخص اكيد ما عند الحاله، لكن نتيجه الفحص طلعت ايش؟ موجبه. فهون الفحص الموجب سموه فولس بوزيتيف لانه موجب بطريقه خاطئه، اسمه تايب 1 ايرور، وهو عكس السنسيتيفيتي. وهون اكيد الست الموجوده هون حامل، لكن الفحص اعطاها سالب، فبنسميه الفولس نيجاتيف وهو التايب 2 ايرور، وهو واحد ناقص السبيسيفيسيتي زي ما انتم شايفين هون. فكل فحص له حساسيه، له دقه، له الخطأ من النوع الأول والخطأ من النوع الثاني. هذول الأربع قيم لازم يشكلوا لنا قيمة أو يعطونا قيمة بالنهاية، من خلالها نقدر نقيم هل هذا الفحص كويس ولا مش كويس، هل يعتمد عليه ولا لا يعتمد عليه بالمستقبل. فزي ما حكينا الأربع مفاهيم الموجودة عندنا هون بدنا ندخلهم داخل قانون نقدر من خلاله نحسب شيء اسمه الـ Predictive Value Positive والـ Predictive Value Negative. Predictive Value Positive اللي هو بعكس الاتجاه الـ Conditional Probability الرياضية، وهو نسبة الناس اللي معهم المرض من اللي فحصهم موجب، والـ Predictive Value Negative اللي هي نسبة الناس اللي ما عندهم المرض من اللي فحصهم سالب. فإذا بتلاحظ في تقارب كبير ما بين السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي والبريدكتيف فاليو بوزيتيف والبريدكتيف فاليو نيجاتيف، يعني للوهله الاولى ببينوا الاثنين مثل بعض لكنهم مختلفين تماما عن بعض. السنسيتيفيتي احتماليا هي احتماليه التي بلس جيفن دي بلس، بينما البريدكتيف فاليو بوزيتيف هي عكسها، هي probability of دي بلس جيفن تي بلس. السنسيتيفيتي تعطيني نسبة اللي فحصهم موجب من الناس اللي عندهم المرض، يعني أنا متأكد أنه عندهم المرض وبشوف كم واحد أو نسبة الناس اللي فحصهم موجب. بينما الـ Predictive Value Positive بتوجد لي شو احتمالية أنه الشخص يكون فعلا عنده المرض إذا طلع فحصه موجب. هاي هي القيمة اللي بهمني أنها تكون عالية جدا، لأنه إذا اعتمدنا هذا الـ Screening Test الجديد بهمني إذا واحد طلع فحصه موجب، يعني أنا قدامي شفت إنه فحصه موجب، شو احتمالية إنه فعلا يكون عنده المرض، تكون هاي القيمة كامل عالية. والـ Predictive Value Negative وعلاقتها بالـ Specificity، Specificity هي نسبة الأشخاص اللي فحصهم سالب من اللي ما عندهم المرض، يعني أنا متأكد إنه ما عندهم المرض وبشوف نسبة الناس اللي فحصهم طلع سالب. عكسها هي اللي بدي إياها، بدي انه اذا طلع الفحص سالب شو احتمالية انه ما يكون عنده المرض. فناخذ بعض الامثلة اللي من خلالها نحسب الـ Predictive Value Positive والـ Predictive Value Negative، وهم القيم اللي من اللي على اساسهم بنعتمد الـ Screening Test او لا. فرح ناخذ ثلاث امثلة. اول مثالين رح نوجد الـ Predictive Value Positive و Negative بسهولة من خلال جدول لتعميق المفهوم تبعهم، لكن بالمثال الأخير راح نحل مثال عملي ونشوف فعلا كيف بنوجد الـ Predictive Value Positive والـ Predictive Value Negative. فننتقل على المثال الأول. هذا المثال بيحكي عن the level of a prostate cancer in the blood. The level of prostate specific antigen PSA in the blood and is frequently used as a screening test for a prostate cancer. فقيمة الـ PSA هاي اللي بتكون موجودة بالدم، بصراحة ما بعرفش فيها كثير، لكن واضح انه هذا المقياس بيجيبوه من الدم المستوى تبعه، وبعطينا indication هل الشخص اللي اخذت منه هاي العينة هل عنده البروستيت كانسر ولا ما عنده البروستيت كانسر. فهو فحص جديد انك تفحص البروستيت كانسر بناء على قيمة الـ PSA او مستوى الـ PSA الموجود بالدم. فعشان يعملوا تقييم لهذا الفحص الجديد بقوته عن كشف البروستيت كانسر،
عملوا دراسة مكونة من 237 شخص. هذول 237 شخص منهم 138 شخص هم متأكدين أنه عندهم بروستيت كانسر. يعني عندي 138 شخص أنا متأكد أنه عندهم بروستيت كانسر، ماشي، أجريت عليهم الفحص. وعندي 99 واحد ما عندهم البروستيت كانسر، رحت أجريت عليهم الفحص. هسا من 138 اللي عندهم بروستيت كانسر أجريت عليهم الفحص، 92 أعطوا أعطوا نتيجة إيجابية، و 46 أعطوا نتيجة سلبية. هذولا هم السنسيتيفيتي، وهذولا شو بدهم يكونوا؟ بدهم يكونوا إنه يعطيني نيجاتيف بطريقة خاطئة، اللي هو إيش؟ هذول 46 بيمثلوا التايب 1 ايرور، وال 99 واحد اللي عندهم المرض، سوري، 99 واحد اللي ما عندهم المرض 27 منهم طلع فحصهم موجب وهذول خطأ طبعا، و 72 طلع فحصهم سالب وهذول كويسين، يعني يفترض انه يطلع اغلبهم فحصهم سالب هون. فال 92 وال 72 هم عبارة عن السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي. 46 هاي، سوري، ال 46 هي بتدلني على تايب 1 ايرور، بينما هاي بتدلني على تايب 2 ايرور. طبعا مجموع هذول الاثنين بعطيني كل الناس اللي طلع فحصهم موجب بما فيهم لما كان الفحص الموجب صحيح او لما كان نتيجة الفحص الموجب لكنها ايش مش سليمة. وعندي 118 واحد كان نتيجة فحصهم سالب بشكل عام بما مجموع 237. فنحسب القيم الأساسية، بداية نحسب الـ prevalence of the disease اللي هو نسبة الأشخاص اللي عندهم المرض بشكل عام. المرض من 237 شخص عند 138 واحد مصابين بالمرض، اللي هي بتطلع تقريبا 58% من الأشخاص عندهم المرض، وعكسها تماما هم الأشخاص اللي ما عندهم المرض اللي هي الكومبليمنت تبعها، وتساوي 1-58% وتساوي 42%. طيب sensitivity of the test اللي هو من اللي عندهم المرض كم واحد فحصه موجب، من اللي عندهم المرض كم واحد فحصه موجب، بتطلع 92 من 138 اللي هي 67%. وكمان مرة بنتذكر إنه conditional probability أنت بتغير ال sample space تبعك، فبدل ما تقسم على كل الفضاء العيني بتقدر تقسم بس على الفضاء العيني الجديد اللي هم الناس اللي عندهم المرض. طبعا برضه هون بنقدر نستخدم قانون الكونديشنال بروبابيليتي اللي هو احتمال تقاطعهم على احتمال الثاني، ورح يعطينا جواب نهائي بمقدار 67%، بس احنا هون للسرعة طلعنا الجواب بالطريقة هذه. سبيسيفيسيتي بهاي الحالة شو رح تكون؟ رح تكون نسبة الناس اللي فحصهم سالب من اللي ما عندهم المرض، يعني بروح على كل الأشخاص اللي ما عندهم المرض وبطلع قديش نسبة اللي فحصهم سالب، بروح على الأشخاص اللي ما عندهم المرض بشوف كم واحد طلع فحصه سالب اللي هم 72 من أصل 99 أعطيني 73%. فهاي بتشكل حساسية الفحص بالكشف عن المرض، هاي بتشكل دقة الفحص بالكشف عن عدم وجود المرض. طبعا 1- السنسيتيفيتي اللي هي 1-67% هي 33% اللي هو كم مرة أخطأ الفحص بإعطاء النتيجة الإيجابية، رغم أنه ما كان الشخص عنده المرض. و 27% هاي اللي هي 1- specificity اللي هي بتشكل type 2 error اللي هو كم مرة أخطأ بإعطاء، أو لا سوري أنا عكست، 33% هي type 1 error 1- sensitivity اللي هو كم مرة الفحص أعطى خطأ بإيجاد بنتيجة سلبية، و 27% اللي هو كم مرة الفحص أعطى خطأ بأنه أعطى نتيجة إيجابية بطريقة خاطئة. فهذول اللي بيعطوني قيم كم مرة الفحص أخطأ بشكل عام، هذول كم مرة الفحص كان دقيق وكان حساس هنا. فلأنه عندنا جدول وعندنا كل المعلومات الموجودة بقدر مباشرة أطلع الـ predictive value positive اللي هي من اللي فحصه موجب كم واحد فعليا عندهم المرض،
طبعا قلنا هاي القيمة هي القيمة المهمة اللي نحسبها، وبشكل 77%. بينما من الأشخاص اللي فحصهم سالب، كم واحد فعلا ما عنده المرض؟ اللي هو طلعوا 61%. فالقيمة الأولى حسبناها من 119، كم واحد فعلا فحصه موجب، أو كم واحد فعلا معه المرض؟ من الأشخاص اللي فحصهم موجب كم واحد فعلا عنده المرض؟ ومن الأشخاص اللي فحصهم سالب كم واحد فعليا ما عنده المرض؟ هذول القيمتين هم القيم المهمة، الـ predictive value positive والـ predictive value negative. كل ما بتكون القيم الـ predictive value عالية، كل ما يعتبر هذا التست كويس. طبعا حالة كانت المعطيات لنا بشكل جدول بهذا الشكل، تكون كل المعطيات عندي وبقدر أوجدهم كلياتهم بسهولة. لكن بدنا نلاحظ أنه الـ sensitivity، الـ specificity والـ prevalence of the disease والـ type 1 error والـ type 2 error بقدر أدخلهم على قانون وأطلع الـ predictive value positive والـ predictive value negative. هذا القانون إحنا مطالبين نعرفه، لأنه ممكن تيجينا أسئلة أو معطيات مختلفة عن هذا الجدول، لكن يكون مطلوب منا نوجد الـ predictive value positive والnegative. رح نفهم هاي الفكرة أكثر بالمثال الأخير. فإذا بنضرب احتمال المرض بالـ sensitivity، وهون احتمال المرض بالـ sensitivity، لاحظوا أن البسط هون هو نفسه أول جزء بالمقام هون، وبزيد على المقام اللي هو الخطأ اللي صار ب اللي هي هون التايب 2 ايرور، صح؟ اذا بعوض هذول القيم بالقانون هذا بعطيني البريدكتيف فاليو بوزيتيف. يعني بتقدر اذا عرفت السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي وعرفت الاخطاء تبعتهم اللي هم الكومبلمنت تبعتهم ونسبه المرض، بقدر اعوضهم بهذا القانون واحصل على البريدكتيف فاليو بوزيتيف، بتطلع 77%. نفس الإشي هنا، إذا بعوض السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي والكومبليمنت تبعاتهم مع نسبة المرض، إذا بعوضهم بهذا القانون بعطيني البريدكتيف فاليو. أعطيكم تقريبا 30 ثانية تفكروا بهاي القوانين، وبعدين نرجع نحكي عنهم عشان نبين، رغم أنه شكلهم مبينين صعبين لكنهم فعليا مش كثير صعبين. فكمان مرة، عشان نوجد الـ predictive value positive بضرب احتمال المرض ضرب الـ sensitivity. البسط الموجود هون هو نفسه أول جزء بالمقام، بضل عندي الجزء الثاني من المقام اللي هو بيعتمد على إيش؟ بيعتمد على type 2 error. بحيث إذا كان الـ type 2 error هذا كثير قليل، يعني تقريبا صفر، إذا هذا المقدار المظلل تقريبا صفر، بصير البسط والمقام متساويات وبيطلع الجواب قريب كثير من الواحد. كل ما بزيد الخطأ اللي هو الجزء المظلل هنا، بخلي المقام يصير أكبر من البسط وبنزل هاي الاحتمالية اللي بهمنا إنها تكون عالية كثير إذا كان فعلا الفحص كويس. نفس الإشي بالـ predictive value negative، انت بتضرب عدم احتمالية المرض بالـ specificity، والبسط هو أول جزء بالمقام زي ما انتم شايفين، اللي هو فعليا نسبة الأشخاص اللي ما عندهم المرض وطلع فحصهم سالب، لكن في زيادة بالمقام اللي هو هذا الجزء المظلل، وهو بشكل التايب 1 ايرور اللي هو الخطأ. فزي ما قلنا، إذا الجزء المظلل هون اللي هو خطأ التست إذا كان صفر، بصير البسط والمقام متساويات وبتصير هاي النسبة تقريبا 100%. كل ما بزيد الخطأ كل ما بيقلل البريدكتيف فاليو نيجاتيف. نروح على المثال بعديه اختصارا للوقت. هذا المثال بدنا نشوف اللي هو الـ high density of blood vessels indicates a patient who is at risk of having a cancer spread to other organs. بدنا نشوفه كيف إذا مستويات الـ blood vessels هذولا إذا كانت مرتفعة، معناته الشخص بتزيد احتمالية أن الكانسر عنده ينتشر لأعضاء ثانية. فهو برضه فحص مقترح جديد بناء على مستويات البلد فيسلز. فراحوا على 1000 شخص، منهم 20 واحد عنده ديزيز او عنده كانسر امتد لاعضاء اخرى،
980 واحد ما كان عندهم هاي الخاصية. من 20 واحد اللي فعلا عندهم المشكلة هاي، 17 واحد طلع فحصهم موجب، 3 طلع فحصهم سالب، هذول السنسيتيفيتي، هذول عكسهم اللي هو تايب 1 ايرور. 980 ما عندهم المرض، طلع 882 اللي هي بتشكل السبيسيفيسيتي، وهذا الخطأ تبعها اللي هو التايب 1 تايب 2 ايرور. فبنحسب البريدكتيف احتمالية المرض بشكل عام اللي هي هاي اللي هي بتشكل 2% 20 من 1000، والكومبلمنت تبعها اللي هو عدم وجود المرض 98%، السنسيتيفيتي من اللي عندهم المرض كم واحد طلع فحص موجب طلعت 85%، ومن الناس اللي ما عندهم المرض كم واحد طلع فحص سالب اللي هي السبيسيفيسيتي طلعت 90%. واحد ناقص السنسيتيفيتي 15% هو كم مرة أخطأ الفحص بتايب 1 ايرور لأنه أعطى نتيجة سلبية، وواحد ناقص السبيسيفيسيتي اللي هي 10% اللي هي كم أخطأ بالنوع الثاني اللي هو كم مرة أخطأ بإعطاء نتيجة إيجابية. نقدر من طبعا لأنه كمان مرة لأنه الجدول عندي بقدر أوجد the predictive value positive ولا predictive value negative مباشرة. من الناس اللي فحصهم موجب كم واحد من الناس اللي فحصهم موجب كم واحد فعليا عنده المرض طلعت 14% تقريبا 15%، ومن الناس اللي فحصهم سالب كم واحد فعليا ما عنده المرض طلعت 99%. فهذا الفحص the predictive value negative تبعته عالي جدا، هذا إشي كويس، بينما الـ predictive value positive طلعت قليلة جدا. فهذا الفحص لما تكون نتيجته إيجابية لا يعول عليه كثير، لأنه من اللي فحصهم إيجابي نسبة الناس اللي فعلا عندهم المرض طلعت 15%. كمان مرة بنقدر نعوض القيم اللي طلعناهم هنا، هذول القيم اللي هم الـ sensitivity الـ specificity type 1 error type 2 error ونسبة نسبة المرض بشكل عام، نعوضهم بهذول القانونين بنقدر نطلع الـ predictive value positive باستخدام القوانين. نروح على آخر مثال، آخر مثال نشوف كيف المعطيات موجودة معنا. بقول لي given that the prevalence of some disease is 4%، 4% من الأشخاص عندهم المرض. A screening test is proposed to detect the disease. في عندي فحص جديد تم اقتراحه لهذا المرض. وجدوا انه 88% of the people with the disease showed positive results، 88% من الناس اللي عندهم المرض فحصهم طلع موجب، while 97% of the people without the disease showed negative results، 97% من الناس اللي ما عندهم المرض طلع فحصهم سالب. المطلوب هو ان نوجد probability of having the disease given the person test result is positive with the probability of not having the disease given the screening test is negative. بمعنى بدي انا نطلع الـ predictive value positive والـ predictive value negative. فهنا تفاصيل اكثر، we need to find the predictive value positive and the predictive value negative. هذول هم القيم الاساسيه اللي انا بحاول اوجدهم هسه، من خلالهم نقيم هذا الفحص. predictive value positive ونيجاتيف بدي اجيبهم باستخدام القوانين هنا، وأنا مجبر باستخدام القوانين لأنه التابل كامل مش موجود عندي. فلازم يكون عندي نسبة المرض، لازم يكون عندي عدم نسبة المرض طبعا اللي هي الكومبليمنت تبعتها، فنسبة المرض 4% والكومبليمنت تبعها 96%. لازم يكون عندي السنسيتيفيتي اللي هم 88% هذول 88% الموجودين عندي، لازم يكون عندي السبيسيفيسيتي اللي هم 97% هذول. مجرد ما جبت السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي، واحد ناقص السنسيتيفيتي بتعطيني تايب 1 ايرور، واحد ناقص السبيسيفيسيتي بتعطيني تايب 2 ايرور. هذول القيم الموجودة عندي هون اللي وجدناهم من المعطيات الموجودة بالمثال، بقدر اعوضهم بالقوانين ونحصل على البريدكتيف فاليو بوزيتيف والبريدكتيف فاليو نيجاتيف. فنسبة المرض ضرب السنسيتيفيتي، نسبة المرض ضرب السنسيتيفيتي، هاي الجزء كمان مرة، الجزء الأول بالمقام هو نفس البسط اللي هو بشكل نسبة الأشخاص اللي عندهم المرض وطلع فحصهم موجب
وهاي معتمدة على إيش؟ على اللي هو type 2 error، اللي هو مقدار الخطأ الموجود عندي. فلما نعوضهم بطلع عندي 55% predictive value positive. ونفس الإشي هنا بعوض اللي هو عدم وجود المرض بالsensitivity البسط، اللي هو بشكل أول جزء بالمقام مضروبا أو بزيد عليه اللي هو هذا المقدار. هذا المقدار الجزء الأساسي فيه هو الخطأ من النوع الأول اللي هو هذا الموجود عندي هون. فلما أعوض القيم بالقانون بعطيني predictive value negative. فمن هون واضح أنه إذا الفحص طلع سالب 99% الشخص ما عنده المرض، فهو قدرته هون عالي جدا بكشف عدم وجود المرض. بينما إذا طلع الفحص موجب، احتمالية أنه يكون عند المرض هي بس 55%. فهذا النوع من الفحوصات إذا بطلع سالب ما بيعملوا للشخص أي شيء، بينما إذا بطلع موجب بيخضعوا للجولد تيست. تقريبا هذا هو الموضوع الأساسي اللي حبينا نناقش اليوم. أرجو أنه تكون المحاضرة مفيدة. بعرف أنه في صعوبة بالتدريس عن بعد، وبعرف أنه الأفضل أنه نقعد بغرفة واحدة ونناقش كل هاي التفاصيل ونعيدها، لكن بدنا نحاول نستغل كل شيء متوفر لنا بالوقت الحالي. فأرجو أنكم تعطوني ملاحظاتكم على التدريس عن بعد عشان نحاول أن نطوره خلال هاي الفترة الجاية، وإن شاء الله ما نحتاج نستخدمه لفترة طويلة. وبتمنى لكم الصحة والسعادة إن شاء الله. السلام عليكم.